هلا شوفوا انا بعرف وصل لفتره كثير مش بنزل ولا حلقه، بس هاي الفتره كنت كثير مشغول وما قدرت انزل ولا حلقه لانه كنت كثير 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 ما قدرت انزل ولا حلقه، بس ان شاء الله راح اجي الفتره الجايه راح انزل كل الحلقات وراح تجيبكم كل الحلقات وراح تعملوا لايك وسبسكرايب وان شاء الله بشوفكم بكره كل الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم بدر بدر. أنا شرحت كل موقفي في المقدمة فما رح أرجع عيد. اليوم جايب لكم فيديو عن شخص نزلت عنه فيديوهات قبل هيك، وهذا ثالث فيديو بنزله على نفس الشخص. صراحة بقناتي ما نزلت ثلاث فيديوهات حتى على جوجو، ما نزلت عليه ثلاث فيديوهات، بس الأسطورة محمود خليل قدر أنه يتفوق على الجميع ويخليني أنزل عليه ثلاث فيديوهات. فاليوم رح نتفرج على فيديوهات الأستاذ محمود خليل، واللي ما بيعرف محمود خليل وما شاف فيديوهاته قبل هيك، محمود خليل بنزل فيديوهات توعوية وفيديوهات تنمية بشرية، بس بحط لمسته الخاصة بهاي الفيديوهات. فاليوم أنا اخترت كم فيديو من فيديوهات الأستاذ محمود خليل عشان نتعلم ونتوعى مع بعضنا البعض. فما رح أطول عليكم، خلونا نشوف أول فيديو للأستاذ. إذا أنت جديد على القناة فما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك آخر الفيديوهات في أحلى الأعراس والمناسبات. وإذا حبيت تعمل لك الانستغرام الرابط راح يكون في آخر وين راح يكون؟ راح يكون آخر كومنت أول كومنت. شو بعرفني؟ كمل الفيديو. محمود خليل. إيه ثواني ثواني، خليني اشرح لكم شو بيعمل الاستاذ محمود خليل، لانه استاذ محمود خليل ما بفسر شو الاشي اللي بيعمله، فلازم تحضر الفيديو ثلاث اربع مرات عشان تفهم شو بيعمل. هذا الفيديو فيديو توعوي للاستاذ محمود خليل، بورجينا كيف تربي اطفالك. فاول اربع مشاهد بكونوا لتربيه الطفل الغير صحيحه، وباقي المشاهد هي عباره عن كيف بتكون التربيه السليمه. ايوه جاي اهو. يا استاذ محمود هلا اوكي فهمنا انه التربيه العاطله بتخلي الاطفال يدخنوا من وراء ابائهم، بس انت ليش ماسك سيجاره حشيش قدام الولد؟ يعني بالله عليك كل هاي سيجاره؟ انت بالاساس لافف سيجاره حشيش. بعدين انا اللي عجبني الولد. محمود يا خليل شوف مصطفى مين اللي بينادي، قول له بابا مشينا، قول له بابا مشينا بسرعه. يلا يلا هم بصور انادي. يلا محمود يا خليل، يا محمود يا خليل شوف مصطفى مين اللي بينادي، قول له بابا مشينا، قول له بابا مشينا بسرعه. لا 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 ثواني ثواني محمود، يا محمود استناني استنى، اوعك ترقص، استنى ثواني استناني. يلا محمود يلا محمود يلا محمود يا خليل. بقول لك هتعمل اللي انا بقول لك عليه، هتعمل غصب عنك، هتعمل يعني هتعمل. ما الذي فعلته يا مصطفى؟ هتعمل يعني هتعمل.
أما بعد فقرة المصارعة، الأستاذ محمود خليل حب يورجينا كيف بتكون التربية الصالحة للأطفال. محمود يا خليل، شوف يا مصطفى مين اللي بينادي، قول له بابا موجود. اتفضل، قول له اتفضل بابا موجود. محمود يا خليل، شوف يا مصطفى مين اللي بينادي، قول له بابا موجود. اتفضل، قول له اتفضل بابا موجود. بابا انا نازل، عايز حاجه؟ شكرا يا حبيبي، الف شكر. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلام. بابا انا نازل، عاوز حاجه؟ شكرا يا حبيبي، شكرا 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 شكرا. تعال شكرا شكرا. وانت انت تعال شكرا. وانت ايه، تعال خد. يا جماعه، اولادنا زي الارض، اللي هنزرعه فيها هو اللي هنجنيه. حاول تزرع خير عشان تلاقي خير. شكرا ليكم، السلام عليكم. برافو 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 برافو. شكرا استاذ محمود خليل، شكرا. صراحه انا تعبت نفسيتي بعد هاي الحكمه ومش قادر دموعي، فممكن تعطينا هيك نكته حلوه عشان ترفه عن قلوبنا بعد هاي الحكمه الحزينه؟ بقول لك، واحد محترم دخل مطعم كده، فالجرسون جاله بقول له تاكل ايه؟ قال له انا عايز جوز حمام بلدي. فالمهم الجرسون دخل لصاحب المحل، قال له يا باشا واحد عايز جوز حمام بلدي. قال له احنا ما عندناش بلدي يا ابني، اعمل له جوز يوغوسلافي واديهوله خلاص. المهم عمل الجوز اليوغوسلافي، دخل على الراجل بالحمام، حط الحمام قدامه. الراجل راح حاطط صباعه كده على الحمامه من ورا، قال له شيل يا ابني، شيل. انت جايب لي حمام يوغوسلافي؟ قال له يوغوسلافي. قال له اه، انت جايب حمام يوغوسلافي، شيل، انا بقول لك عايز بلدي. المهم راح داخل لصاحب المحل، قال له يا باشا، الراجل عرف الحمام، قال له طب خلاص اعمل له اتنين رومي، جوز رومي، الرومي شبه البلدي وحلو كده، اعمل له جوز رومي واديهوله. المهم عمل الجوز الرومي، حطه قدام الراجل. الراجل راح حط صباعه على الحمامه من ورا كده، قال له انت جايب لي رومي؟ شيل يا ابني، شيل يا ابني، انا بقول لك بلدي. المهم دخل لصاحب المحل، قال له يا باشا عرف الرومي؟ قال له بقول لك ايه، فرارجي جنبينا اهو، اجري هات له جوز بلدي واعمله له وحطه له، خليه يغرف داهيه. المهم عمل له البلدي، حطه قدامه، حط صباعه على الحمامه من ورا كده، قال له اهو كده، هو ده البلدي. ما انت عندك بلد اهو، ما بتجيبش من الاول ليه؟ انت منين يا ابني؟ قال له شوف انت بقى. ما شاء الله عليك استاذ محمود خليل. قلبي يعني ما شاء الله عليك، خفة الظل عندك ما شاء الله عليك. من وين انت يا استاذ محمود؟ من وين؟ والله تعال خلينا نشوف انت من وين يا استاذ محمود، يعني بس لفة سريعة خلينا نشوف من وين حضرتك. يا استاذ محمود، انت زلم كبير وفهمان، مش ضروري تلف عشان اعرف انت من وين، يعني خلص، يعني اعمل فيديوهات احسن من هيك. ماما بابا لف. وانا لهون راح انهي الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان الفيديوهات الجاي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. خلاص ايه، تعال. والله غير تلف.